السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. أنوه في البداية إلى أن هذا الموضوع مخصص بالذات إلى النساء الحوامل. سوف أعرض لك بإذن الله 8 أطعمة تضرك أثناء الحمل، عليك تجنبها. هل فكرت من قبل أيتها الأخت الكريمة بوجود أطعمة تضرك أثناء الحمل لتتجنبيها، خاصة عند فترة الحمل الهامة جدا في حياة كل سيدة، والتي لا بد أن يكون كل شيء فيها بحساب، وخاصة في تناول الأطعمة، لأن هناك أطعمة تضرك أثناء الحمل وعليك تجنبها تماما أو تناولها بحرص حتى تمر فترة حملك بسلام. فإن كنت لا تعرفين تلك الأطعمة فأنت في المكان المناسب الآن، فابقي معنا لتتعرفي على جميع هذه الأطعمة التي قد تشكل خطرا على صحة جنينك. فمن الأطعمة التي عليك تجنبها هي بعض منتجات الألبان. يوجد أنواع كثيرة من الجبن الجديدة ملوثة بالليسيتيرين التي تكون سببا في إجهاض المرأة الحامل وهي لا تعلم، بالإضافة إلى الحليب الغير المبستر لا تتناوله المرأة الحامل، بالإضافة إلى الأجبان الزرقاء مثل جبن روكفور والجبن الأزرق الدنماركي. فإذا أردت تناول الجبن يمكنك تناول الجبن القريش والجبن الأبيض والفيطار وجبن الماعز. لا تتناولين أي من أنواع الجبن السائل لأنها تصنع من لبن الغير المبستر وتحمل أخطارا كبيرة، يمكن أن تكون حاملة لبكتيريا الليستيريا فهي خطر على صحتك وصحة جنينك. البيض النيء أي البيض الغير مطهو جيدا. تجنب المأكولات التي تحتوي على بيض غير مكتمل النضج لأنه ضمن قائمة الأطعمة التي قد تضرك أثناء الحمل. لكي تتجنب التسمم بالسلمونيا، لم يتم التأكد بعد أن التسمم بالسلمونيا يؤذي الطفل لكنه يسبب للمرأة الحامل القيء والإسهال الشديد. تجنب الأسماك التي تحتوي على الزئبق. الأسماك التي تحتوي على الزئبق من الممكن أن تؤثر على الجهاز العصبي ونمو دماغ الجنين، لهذا يجب على المرأة الحامل تجنب هذه الأنواع من الأسماك، وسنذكر لك بعضا منها: سمكة أبو سيف، سمك القرش المارلين، وسمك الماكريل، وسمك بلاط الملك، وسمك السردين، وسمك السلمون، وأيضا التونة يجب الحد من تناولها. الفواكه والخضار الملوثة، قومي بغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها لإزالة الأوساخ، واقطع الجزء المصاب فيها لتجنب الإصابة ببكتيريا تسمى التوكسوبلازما والليستيريا حتى لا تضر بحملك. الكافيين، تناول الكافيين بكثرة من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض وزن الجنين عند الولادة، وهذا يزيد من التعرض لمشاكل صحية عدة فيما بعد، ومن المحتمل أن يسبب الإجهاض. يدخل الكافيين في الكثير من الأطعمة مثل الشوكولاتة، الشاي، القهوة، وأيضا يدخل في بعض علاجات الأنفلونزا. فيجب على المرأة الحامل أن تستشير الطبيب قبل تناول أي علاج يحتوي على الكافيين. يمكن تناول الكافيين بكمية قليلة لكن لا تزيد عن 200 ميليغرام يوميا. القواقع البحرية، القواقع البحرية مليئة بالطفيليات والبكتيريا، فإذا تم تناولها غير مكتملة النضج أو نيئة تؤدي إلى ضرر بصحتك أثناء الحمل. لذا تناولي فقط القواقع التي فتحت أثناء الطهي
أما التي لم تفتح أثناء الطهي لا تتناوليها أبدا. براعم الخضر النيئة: تقيم البكتيريا داخل بذور البراعم ولا يمكن خروجها بالغسل، لذلك يجب على المرأة الحامل عدم تناول البراعم الطازجة، ويمكن تناولها بعد طبخها جيدا. اللحوم الباردة المعالجة والنيئة: بعض البلدان تنصح النساء الحوامل بتجنب تناول اللحوم الباردة لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا التي تسبب الإجهاض أو تخطي وقت الولادة مع عدم حدوث ولادة، وهذه اللحوم مثل النقانق والمرتديلا. أما النيئة فمن الممكن أن تحتوي على البكتيريا، وعلى الحامل تجنبها. عليك دائما أخذ الحيطة قدر المستطاع أثناء الحمل، لأن هذه الفترة يكون الجسم ضعيف ويسهل أن يتأثر بأي شيء، ودائما تحري الدقة فيما تتناولينه من أطعمة، لأن هناك أطعمة تضرك أثناء الحمل، ومن المحتمل تفاقم الأمور إذا لم يتم إدراكها. وعليك بالوقاية، فالوقاية خير من العلاج. حفظ الله صحتك وصحة جنينك من كل شر. وإذا أعجبكم هذا الموضوع سأقدم لكم في المرة القادمة الفواكه المفيدة للحمل والتي يجب عليك أن تتناوليها، والتي قد تساعدك في إنجاب طفل جيد وبصحة جيدة. والسلام عليك.